نشاهد هذا التقرير عن رقصة البخسع، حفظ ونشر التراث في جنوب كردفان. نشاهد. تتمتع ولاية جنوب كردفان بلونيات عديدة من أقسام التراث والفلكلور الشعبي، فمعظمه يأخذ أنماطا وتشكيلات تقليدية تعتمد على الرقص والعزف على آلات مصنوعة يدويا لتطلق أصوات تجذب الحاضرين. رقصة البخسع واحدة من رقصات الأداء الجماعي التي تتميز بها مجموعة الكوغولو بميري، ويعود تاريخها إلى آلاف السنين. تؤدى هذه الرقصة في مواسم عديدة لإثارة الحماسة وتكريم الضيوف، كما تقام من أجل التعبئة للحصاد. ارتبط اسم البخسع بالشجاعة والمعالجة الاجتماعية لقضايا الأفراد. تتكون الفرقة من عناصر شابة تعمل من أجل حفظ التراث ونشره، كما تحرص على تواصل الأجيال. ويقول مسؤولو الفرقة بأنهم يودون التعريف بتراثهم والتقليل من خطر الثقافات الوافدة عبر وسائل الاتصال. تتنادى أفراد الفرقة بصورة دورية للمشاركة في إحياء المناسبات العامة، ولهم أماكن للتجمع وشروطا خاصة لقيام الاجتماعات، كما لديهم زيهم المميز ورئيس يقوم بتوزيع الأدوار. كما تتكون آلات العزف داخل الفرقة من مجموعة أدوات تقليدية تصنع من نبات خاص تمت زراعته بطريقة معينة حتى يعطي أشكالا هندسية لتصدر هذه الأصوات. الجيل الجديد من الشباب رأى أن في البخسة قيمة حقيقية لهم ورابط عميق بموروثاتهم التي تمسكوا بها، وفيها دعم للتعايش السلمي. ولاية جنوب كردفان تلكم الولاية القنية بتراثها وإبداعاتها، شهدت تكوين العديد من الفرق الشعبية لتسهم في نشر ثقافة السلام عبر الأداء الجماعي. ويزعى المنظمون إلى مواصلة مشوار عطاء هؤلاء عبر الرعاية والاهتمام المستمر والتعريف بجماليات ذلك الفولكلور الشعبي. ولا تزال البخسة مكان إعجاب لدى كثيرين من الذين زاروا الولاية لمشاهدة التراث.